السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين، عدت لكم بحلقة جديدة من لعبتكم لعبات جي تي اي 5. تختيمات هي لعبة بمود جرافيك جي تي اي 6. كثير من الأشياء تغيرت، من بينها الجرافيك، من بينها كذلك الخوارزميات الخاصة باللعبة. لقد تغيرت يا أصدقاء، رجال الشرطة الآن أصبحوا أذكياء أكثر من اللازم صراحة. عندما تقومون بسرقة سيارات في أغلب الأحيان سيراكم الناس، سيبلغون رجال الشرطة وستحصلون على نجمة. الأمر مختلفون تماما، الأضواء، الإنارة، كل شيء لقد تغير بمود جرافيك جي تي اي 6 بالنسبة لجي تي اي 5. نحن نلعب الآن جي تي اي 5 كأننا نلعب جي تي اي 6، ولا تنسوا بأن جي تي اي 6 يا أصدقاء ستكون أفضل بكثير من لعبات جي تي اي 5. الآن الشيء الذي سنفعله، سنقوم بتشغيل أولا لفراكي لأن فراكي موجود في المدينة، وسنحاول فعل أحد المهام الثانوية التي فتحناها في الحلقة السابقة، سنحاول فعلها إن شاء الله وبدأ المقطع بها اليوم. أتساءل مرة أخرى لامار لا زال يدخل أنفسه مع هؤلاء الأعداء. صديقي سيتم تدميرك يا رفيقي، أنا متأكد. لن سوى قوم باختطافه يا أصدقاء، الآن عرفنا لماذا قوم باختطافه، ودائما يأتي إلى هنا ويتعارك ضد أصدقاء ستريتش. شي هذا كان يريد أخذ تلك معه، لكن هيا يا طانيشا، أول مرة سأرى طانيشا بأنها تتجول هنا في الحي. شاهدوا طانيشا هي التي قمنا بمساعدتها يا أصدقاء، وهي الآن شيء عجيب جدا. طانيشا تتجول في الحي عادي جدا. هم دي يفعلون شباب الجروف ستريت شيدهم، هم جالسون يا هومي، يو نو ذا او جي هومي. المهم الشيء الذي سنفعله يا اصدقاء، سنحاول اولا سرقه احد السيارات. لا اريد سرقه سيارات الهوميز، نترك سياراتهم لهم. نقوم هاتي مميزه، هاتي جيتسر، يس بيبي، نقوم بسرقه هاتي سياره الجيتسر. وبعد الشيء الذي سنفعله، سنذهب لهاتي المناطق الخضراء ويد 16، لان هنا قالوا لنا بانه يجب علينا البحث عن الويد 16، لكن لست متاكد اين ساجده، لان الدائره كبيره. ها حصلنا على نجمه، لا لازلنا نحصل على النجمه بعد، لان الدائره كبيره. او ما هذا؟ صواريخ، بدات الحرب امريكا ضد روسيا. صواريخ تلالع هناك. هذا 16% سيكون اسفل من الجسر، لن يكون فوق من الجسر. areas where you can find vehicles with هيدن ستاش ماركت اون ذا ماب، سيرش ذم تو فايند فيكلز فور باري. نعم تلك المهمة الثانوية الخاصة بباري، يمكننا البحث هنا لكن ليس فوق من الجسر. انا متأكد ان الامر سيكون في الاسفل، هذا السبب علينا النزول للاسفل، اسفل من الجسر والذهاب والبحث. اما بالنسبة لمهمة الاساسينيشن الخاصة بليستر، ممكن ان تكون هاته، ممكن ان تكون هي هاته الفيكل. هناك الفتيات بائعات الهوى يبيعون المتعة، ممكن أن تكون هناك ذلك. طريقة فعل سبون فإنها مختلفة تماما. المشكلة يا أصدقاء هو أن الدائرة كبيرة، سيصعبون علينا الأمر، ممكن أن لا أفعل هذه المهمة الآن وسنذهب عند ليستر مباشرة. لو كانت الدائرة صغيرة مثل الدائرة الخاصة بتريفر كنت سأبحث، لكن شاهدوا الدائرة فإنها كبيرة جدا، وفي أي مكان يمكن إيجاد تلك السيارة. لهذا السبب لن أتجول هنا يا أصدقاء، الشيء الذي سأفعله هو أني سأقوم بالذهاب عند ليستر وسننتظر. فيما بعد إن شاء الله سنعود إلى هنا وسنحاول البحث عن 16. شاهدوا عدد السيارات هائل جدا هنا، وأحد هذه السيارات فيها 16. وكيف سأستطيع معرفة تلك السيارة؟ لست متأكد، لأني سابقا عندما قمت بالتختيم لعبت هذه المهام لكن نسيت الآن يا أصدقاء بالضبط أين هو المكان ونوعية تلك السيارة كيف هي، وهل السيارة تختلف أم لا. المهم هاتي شككت فيها، هاتي السيارة شككت فيها، إذا قمت بأخذها مثلا ما الذي سيحدث؟ شككت فيها هاتي أقفل، لكن لا يوجد فيها أي شيء، وهذا إن دل على شيء فإنه سيدل على أن تلك السيارة إذا مررتم بالقرب منها ممكن أن تظهر علامتها في الخريطة، وبهذا يمكنكم يا أصدقاء معرفتها، لكن إذا بقيتم تتجولون بعيدين لن تظهر لكم. بالنسبة لهذه المهمة الآن التي سنفعلها الخاصة بليستر، ركزوا معي جيدا. اسم المهمة هوتيل أساسينيشن، يعني أننا سنقوم باغتيال شخص في الأوتيل. المهم لديكم بعض من الأموال، يمكنكم يا أصدقاء فعل هذه الانفستيجيشن الانفستمنت عفوا بالشخصيات بثلاثة، يعني إذا أردتم الحصول على الأموال وماكسمايز بروفيت يمكنكم فعل الانفستمنت بمايكل، تريفر وفرانكلين. الشيء الذي سأفعله أنا سأفعلها فقط بفرانكلين لأن لا أريد فعلها. المهم سنأتي إلى هنا لإكستشانج، سنأتي إلى ماركت وسنحاول البحث. أتوقع ليست هنا، نعم ليست هنا يا أصدقاء، 100% ستكون في الباوساك يوز لايف ستوك. الهدف من هذه الاساسينيشن هي رفع الاسهم الخاصه بالبيطا فارماسوتيكول الخاصه باحد الشركات، عندما تقومون باغتيال هذا الشخص سترتفع الاسهم الخاصه بتلك الشركه. لهذا السبب الشيء الذي عليكم فعله هو شراء الاسهم، ما دامت الاسهم نازله الان للحضيض يجب عليكم شراؤها يا اصدقاء.
طريقة شرائها من ضروري الدخول للإنترنت والدخول للماني والماركت الباوصاك بالضبط. المشكل هو أننا الآن في الليل الباوصاك فإنه لا يشتغل، أتوقع بأن علينا النوم حتى الصباح، والماركت حينها فإنه سيشتغل يا أصدقاء. أنا صراحة ما أعتقد سنقوم بتشغيل له مايكل. إذا كان مايكل موجود في منزله سيسهل علينا المأمورية، هو في منزله لتسقعه، يعني أننا سننام تمر ساعات وغدا صباحا سندخل للموقع لكي نفعل الانفستمنت. حلقة اليوم حلقة مميزة جدا. الماركت الخاصة بالباوصاك 100% ستفتح، لست متأكد لأنه لم يسبق لي أن قمت بتجربة هذه الأمور، وهذه المعلومات أصلا كانت لدي عرفتها، لكن يا أصدقاء لم أقم بتطبيقها. ننام الآن وغدا صباحا إن شاء الله سيمر الوقت وسنفعل الانفستمنت. بالنسبة للأموال الموجودة عند صديقنا مايكل الآن، كم لديك من الأموال؟ لديه $1,000,000. ليتس جو، سندخل للإنترنت، سنأتي للماني انترفايس، نأتي للباوصاك. الماركت داون، لست متأكد لماذا الماركت داون الخاصة بالباوصاك. السي اس اكسشانج الماركت، الباوصاك الماركت داون. حسنا أتوقع يجب علينا بدء المهمة يا أصدقاء. هذا صراحة ما أتوقع. للإلسي نستطيع فعل الانفستمنت، هي اللي كي نذهب للانفستمنت الخاصة باللايف انفيدر ونارا. الفاليو $10، اوند صفر. كيف يعني اوند صفر؟ قد قمت بشراء الأسهم يا أصدقاء الخاصة باللايف انفيدر. إذا تذكرتم قمنا بشراء الأسهم يا رفاقي، لست متأكد، قمنا بشراء الأسهم بعدما نزلت يا أصدقاء اللايف انفيدر. ها لازلت الأسهم نازلة ب 55%، سأستمر في شرائها. قد قمت بشراء، أعدكم قمت بشراء يا أصدقاء، لأن في آخر اللعبة سترتفع. لهذا السبب لا مانع لدي الآن من شرائها. كم سنشتري؟ سأشتري عدد كثير. لا $1,000,000، لا أشتري ما يقارب قد 340,000 تقريبا، $58,000 جيدة كنفيرم كنتينيو يس. والله في انفيدر الآن لقد ظهر، نستطيع فعل سيلين البيع، لكن ننتظر، ننتظر حتى يرتفع سهمه وبعدها سنقوم ببيعه. لست متأكد يا أصدقائي لماذا هاو الآن ظهر. لقد قمت بأعيدكم فعلتها أثناء التختيم، لقد فعلتها. لذيذ أتذكر كم الساعة الآن، الساعة 10 صباحا. نقوم بتغيير لصديقنا فرانكلين، أتمنى أن فرانكلين لا زال يتجول بالسيارة التي أعطيتها له. الجستر، لا لا نعم نعم لقد ركنا، خاطر ركزوا. وي خاطر يعني ركنا هنا وذهب لكي يقوم بشراء تلك الأشياء الجميلة، وهو الآن قريب من ليستر. سنتجه عند ليستر الآن. صراحة اللعبة في الصباح مميزة جدا، كذلك في الليل رائعة. المشكل هو الإضاءة، الإضاءة في الليل سيئة شيئا. أعتقد بأننا عندما سنبدأ هذه المهمة حين سنقوم بفتح الباوصاك، هذا صراحة ما أتوقع، بما أن الباوصاك مقفول غير مفتوح، بعد بدء المهمة سيتم فتحه. نحن معا نقوم بتجربة هذه الأمور، لأن الكثير من الشباب يختمون اللعبة ولا يكتشفون هذه الأشياء. نأتي إلى هنا وننتظر صديقنا ليستر. ليستر ويراريو، هاي هاي هاي، المهمه موجوده بين اولئك الاشخاص، لهذا السبب لم استطع رؤيته العالم الصفراء. ليستر سياتي، ولقد جاء، الان سيحدثنا وسيشرح لنا كيف تشتغل الامور. اوتيل اساسينيشن هي هذه المهمه الخاصه بالاساسينيشن. يمكنكم فعل انفستمنت قبل وبعد، لكن لست متاكد لماذا لم نستطع الدخول للباوصه قبل. لوك فورورد، والآن يتحدث معنا كأنه لا يعرفنا. وطيلة الصينيش الخاطئة جدا، نلعب يا أصدقاء بالأسهم. وهكذا قام يا أصدقائي ليستر بالحصول على الأموال وقام بشراء تلك الفيلا وأعطاها لفرانكلين بهذه الطريقة، بهذه الاستراتيجية. نعم the paid thug يا حبيبي، قمنا بسرقتهم. Everything's good، حصلنا على المجوهرات، لدينا الأموال الآن. ليستر يحتاجك وأنت تحتاجه كذلك يا فرانكلين. شيء ليستر لا يريد أن ينظر إلى نهائيا لكي لا يشك الناس فيه. ليستر أذكى مننا اللازم. Cool, my dude. Hell yeah. Okay, so there's a new mollus, sort of a super mollus, and it's called Priapulse. It's giving Priapulse rigor mortis. Only Brian Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off. Bill Clinton. And he doesn't care that his hardness pills are giving. King of Los Santos. I got some T-shirt. عفوا الهودي الخاص به. مالك لوس سانتوس في اللوجو. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel. The Von Krastenberg Hotel. نعم فهمت. سنقوم بتدميره. أسهم الخاصة بشركته ستنزل. الأسهم الخاصة بالبيتا فارماسيتيكال بوم سترتفع. هذا السبب علينا فعل الانفستمنت وشراؤها قبل يا أصدقائي أن ترتفع. لكن لست متأكد لماذا البوصك لا يريد الاشتغال عندما دخلنا له.
هي ويل ميك ذا انفستمنت. سامعشهم، هو سيفعل الانفستمنت الان. فهمنا الاستراتيجيه يا صديقي. يس بيبي، اتوقع الباوساك لن يشتغل. سندخل الى هنا. الباوساك، نعم الباوساك لا يريد الاشتغال. ساضطر لكي افعل هذه المهمه لاني حاولت الدخول قبل لم يشتغل، وسندخل بعد الان. وهيا لكي نتحرك. اتساءل هل يمكننا فعل انفستمنت في الماركت بعد؟ يعني ان الامر سيتطلب وقت حتى يقوم بنشر الخبر في الاخبار وحتى تتحرك الامور. سنجرب الامر فقط، سنجربه ونرى. شاهدوا الكره الارضيه هناك فوق من هذه البنايه. واقول ممكن ان هذه المنطقه خاصه بالافلام. شاهدوا افلام قصص كيلر، جرافيتي، لوبر، وهذه الافلام فانها موجوده في الحياه الواقعيه. لان اللعبه تم شي ذلك البيلبورد في الفوق، وهناك الخاص بالبي ام دبليو، هنا الانفيني. واو، هذه الامور غير موجوده في الجزيره العاديه لكنها موجوده الان. نحن وصلنا للمنطقه. هذه الميشنز، من بين الميشنز السيئه يا اصدقاء، في اغلب الاحيان ممكن ان تفشلوا فيها، لان سابقا عندما لعبتها فشلت فيها مرارا. وكان جارز هاف تو بيك اب ذا تارجت فروم هي از تو ليف. نعم، بلان ذا اتاك كويكلي فايدر لوكينج وذ ا جود فانتج بوينت اوف ذا هوتيل. فهمت فهمت يا اصدقاء. قالوا لي ابحث عن منطقه جيده جدا، ولدينا الان جود فانتج بوينت. هذه المنطقه فانها جيده كذلك، لا باس بها. المشكله هو انهم سياتون السبع علينا الحضر. سابقا الشيء الذي فعلته قمت باخذ الروكيت لانجر ودمرتهم. الان لدي فقط سلاح سنايبر، لهذا السبب يجب علينا استغلال سلاح سنايبر وتدميره. انتظار الناس حتى ياتون، سياتون في اي لحظه. تشيك اوت دقيقه فقط. ندخل للانترنت ونرى الباوساك. الباوساك لا يريد ان يفتح علينا، لست متاكد لماذا. بليز تراي اجين ليتر. هم لقد جاءوا، جاء هؤلاء. نختبئ. هؤلاء هم الغاردز، لكن ذلك الشخص لن ياتي الان. عليكم انتظاره يا اصدقاء حتى ياتي وبعد تدميره. تحتجوا لي فيو جيد. اذا لازلت اتذكر سيخرج. نعم، ديني ذا اريا كلير. سمعتهم قالوا لهم ابتعدوا، ذلك الشخص ممكن ان سيخرج من ذلك الباب. ركزهم. ها هو الغارد الاول، لقد مر. ها هو الغارد الثاني. تشيك اوت في اي لحظه. هم لقد ركبوا وتحركوا. تشيك اوت في اي لحظه سياتي ذلك الشخص علينا قتله. لحد الان لم تظهر لنا اي علامه في الخريطه، لهذا السبب لا يجب ان نسرع. سابقا لقد قمت بتدميرهم بالجرنيد لانشر لاني لم اعرف التارجت بالضبط اين هو. المهم سمعتهم. التارجت ممكن هو هذا، هو التارجت. دمرته. ليف ذا اير. يس هو دمرته يا حبيبي. الان فعلتها بطريقه احترافيه. سابقا يا اصدقائي لم افعلها بهذه الطريقه، لقد قمت بتدمير الجميع. لانني يا شباب عندما احاول تدميره هو فقط لا استطيع. هم الغاردز جايين. ركزوا معهم، لقد تركتهم، تركتهم وهربت. ايزي، ولدينا نجمه. تخيلوا يا اصدقائي فعلت مهمه خطيره جدا عباره عن اساسينيشن، اغتيال. ولحد الان لا زالوا يعرفون نهائيا من هو الشخص الذي قام باغتياله. حاولوا تنظيف امام من الاوتيل من الناس. جميع الناس قالوا لهم اذهبوا ابتعدوا. وشاهدوا النجمه بسرعه. ايزي، اسهل مهمه اساسينيشن هي هاتها. ذا اوتو سيف. نعم لقد عرفت. الان سندخل الى هنا وسنرى. لست متاكد يا اصدقاء، ممكن هذا هو السبب. الماركت يوز لايف ستاس فروم اوذر بلايس تو سي سو يو ماست بي. نعم فهمنا الاستراتيجيه. لكي نستطيع يا اصدقاء فعل تريدين يجب ان ندخل في الاونلاين. انا الان اقوم بتختيم اللعبه بالمود، لا استطيع الدخول للاونلاين مع الاسف. سناتي للماركت الان وساحاول البحث عن الرقم الكود اذا وجدته في الماركت. الكود الخاص به فانه هو البيت يا اصدقاء، مع الاسف غير موجود. لكن البيلينتون لدينا هو، يعني ان البيلينتون ساقوم بشرائه يا اصدقاء، لانه سيرتفع، سيرتفع جيدا. ركزهم، سيرتفع جيدا يا اصدقاء. ماركت بيلينتون ار ار فارماسيوتيكال ماركت. نعم هو، لكن لست متاكد هل الاسهم ستستمر في النزول وبعدها سترتفع ام لا، لانها بدا في الارتفاع. المهم انا متاكد بانه سيستمر في النزول هذا، هذا سينزل. ركزوا معي، البيلينغتون سيستمر في النزول، لهذا السبب يعني فعله علينا الانتظار الان، وننتظر ليستر، لان الباوساك لا يمكن الدخول لا يجب عليكم يا اصدقاء فتح حسابكم
وبمعني أقوم باستعمال الموضات لن أستطيع فتح الحساب. المهم الجميل في الأمر هو أني شرحت لكم الاستراتيجية إدارة وتحكيم GTA. عادية جدا، لعبتهما أول مرة، يمكنكم فعل هذه الاستراتيجية التي شرحت لكم. نعم يا صديقي لستر. جيد، أما بالنسبة للماركت الأخرى التي لا تحتاج الإنترنت يمكننا الدخول لها الآن يا أصدقاء وفعل الانفستمنت، لكن سننتظر، ننتظر يومان تقريبا وبعدها سنفعلها. نعم لقد فهمت يا صديقي لستر، تحياتي. طريقة مرور الأيام، يا إما الذهاب النوم، هذا هو الشيء الذي سأفعله، سأذهب الآن وسأنام يومان. وإذا ركزت معها هي الهايست الجديدة لقد ظهرت لي، فاين وود هيلز. نعم لقد اعطاني المنزل يا اصدقاء، وبشرت بعد المهمه الاولى اعطاني المنزل الان في الفاين وود هيلز. حسنا سنذهب للفاين وود هيلز يا صديقي. منزلنا جديد ان ستوك. نعم لقد فهمت. ما هذا؟ رجال الشرطه. رجال الشرطه بالقرب منك، فليساعدك رجال الشرطه. لا مانع لدي من تجربه الامر. هاته الدائره على الاقل صغيره، هاته المش الخاصه بباري. هل شاتهم دائره؟ انتظر، ها هو لقد اتصل بي باباراتزي الكلب. ماذا تريد يا إلمو؟ نعم، ماذا تريد؟ يحتاج لي المساعدة. يس، حسنا يجب عين الذهاب عندها يا أصدقاء. برسو بابي ليتس جو، عال السارع افعل برسو. هاي وجدناه. حسنا ما هو الشيء الذي علي فعله؟ فولو. يجب علي التصوير. ها ماذا؟ انها ليست لدي الكاميرا. ما هذا؟ الهليكوبتر. انتظر سنعود الى هنا وسنرى. برسو بابي. اوكي، الشيء الذي علينا فعله فقط اللحاق بها واكتشاف الشيء الذي سيحدث. تلك ممكن واو القدرة الخيالية التي انقذتني. ممكن ان هذه هي نفسها التي قمنا بفضحها وسجلنا لها ذلك الشريط، شريط الفيديو الغير اخلاقي. واو انقلبت سيارة رجال الشرطة يا صديقي، ركزوا. ياي الكوارث. سنحاول اللحاق ببابي الآن. اعتقدت بأن ذلك الشخص عندما دخلت الدائرة هي التي بدأت المهمة الخاصة به، فإذا بأكتشف بأن الباباراتزي هو الذي اتصل بنا. شايف جنون؟ واو، هي تسرع يا أصدقائي بطريقة جنونية جدا، ولست متأكد أصلا لماذا رجال الشرطة يلحقون بها، والهليكوبتر كذلك. سنلحق فقط ببابي، سنكشف الشيء الذي سيحدث. شيش كوارث، يتقوم بالسياقة بطريقة جنونية جدا. رغم كل هذا we are good in the hood. هي القدرة الخيالية، هي فقط تسيطر على السيارة صراحة. رجال الشرطة لازالوا يلحقون بها. ممكن أن تفعل حاجة تسير في أي لحظة. اعتقدت بأن المصور سيكون معي لكن ليس معي. سنحتاج لتلك الكاميرا الخاصة بها المميزة. هيا بسرعة 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 بسرعة. هيا بول أوفر. ما هذا؟ توقفت، فعلت حاجة تسير. الآن تذكرت يا أصدقاء الميشن. شاهدوا الجرافيك، شاهدوا الجمال يا حبيبي. هيا قام بالإمساك بها. 100% هي هاتي نفسها. ساند. فوتو أوف بابي، يس. هيا. بابي فعلت حاجة تسير. شش يس بيبي. نفسه يا حبيبي بيفرلي. ليتس جو. لا اتركت، لا اردت اخذ صورة اخرى لها، صورة مجانية. مشكلة يا صقة، اردت اخذ صورة اخرى لها تكون مجانية فقط، لكن فشلنا في المهمة لأن رجال الشرطة اكتشفوني. إذا اكتشفوكم رجال الشرطة ستفشلون. أوكي سنأتي إلى هنا، ننتظر واحد تجلس. هيا بابي، هيا اجلس. يس بي، ممتاز. I saw that video. واو لقد رأى الفيديو كلب. رجل الشرطة رأى ذلك الفيديو. نايس، get the F out of here قبل أن يكتشفك رجال الشرطة. رجل الشرطة قام باعتقالها. You get busted. نعم سيمسكون بنا، لهذا السبب فشلنا في المهمة. I get busted. Mission passed. Yes baby. Easy. Mission رائعة بسرعة كبيرة قمنا بفعلها. هيا ابتعد. ها بيفرلي مرة أخرى. What can I say? A great journalist.
إفرتين زكود ياس قمت بمساعدتك يا صديقي رغم أن ليس لدي الوقت. أريد الذهاب لكي أقوم بفعل الانفستمنت يا حبيبي وأقوم بمضاعفة الأموال الخاصة بنا. أنا سنحتاج لكي نقوم بفعل أبجريدز لسياراتي المميزة. أصلا لدينا الأموال يمكنني فعل أبجريدز إذا أردت، لكن الكثير من السيارات المميزة يتم فعل سباوني لها. هذا السبب الأبجريدز تأخرت كثيرا في فعل الأبجريدز عكس أثناء تخييم جي تي العادية بدون هذا المود من الضروري فعل الأبجريد للسيارات الخاصة بكم. أما الآن الأمر سهل، فقط الذهاب وسط المدينة وستستطيع ها يا زينطورو يا حبيبي تتجول هنا في المنطقة الخاصة بالأغنياء. جئنا للمنزل الآن و فرانكين سيف هاوس. نعم أول مرة سأتي لها. لهذا السبب بدأت الكاتسين الآن يظهرون لنا لدينا الكراج يمكننا ركن السيارة فيه ويشرحون لنا الأشياء التي في إمكاننا فعلها. ماذا تفعل أنت يا الموفا؟ هي تحرك. جاء ذلك الشخص توقف هناك وهو ينظر لي. ممكن أن منزلي أعجبه. ها الصناديق. يس ليتس جو. منزل جديد هذا يا رفاق. لا زالت الصناديق لم يتم تستيفوها بعد. أنا حداني منها حتى الليل، سننام مرة أخرى حتى الصباح. جود جود نمنا الآن. هيا لكي ندخل ونكشف الأسهم. الأسهم الخاصة بذلك الموقع. ماني إن سرفايس. يس. نأتي للماركت. سنأتي للبيل. نزل الحضيض يا حبيبي الآن. ركزوا. نزل تقريبا 45%. ميكرز أوف بريابول. سنقوم بالشراء الآن، لكن لن نقوم بشراء الكثير من الأسهم. سنشتري ما يقارب لا هذا العدد كثير. اشتري ما يقارب 72,000. كم من سهم؟ اشتريت 400. جيد. الفاليو هو هذا. لو الهاي وصل حتى 300. لو 100 كانسل. سأقوم بشراء مبلغ بسيط ما يقارب 50,000 دولار فقط. 100 جيد. كونفيرم. كونتينيو. يس. نحن فعلنا الانفستمنت الآن. يمكنكم الآن تغيير لي تريفر ومايك وفعل نفس الشيء الذي أفعله. إذا أردتم مضاعفة الأرباح لجميع الشخصيات، الشيء الذي سأفعله نقوم بفعل سيف جيم لكي تمر يومان. أريد اكتشاف هل سينزل في خلال يومان أكثر أم لا. لحد الآن لقد نزل 153 دولار. اليوم آخر هذا كم ساعة؟ لا الساعة مساء فقط. سننام حتى الصباح. نمنا الآن. هذا هو الصباح الخاص باليوم الثاني. ندخل للماركت ونكتشف هل بعد يومين سيكون قد نزل الحضيض. LCN. نأتي للماركت. نأتي للبيلك بيلكنينشن. نعم لقد نزل الحضيض يا حبيبي. نزل لي 102 يا صديقي. ركزوا. لا تقريبا نفسه. حسنا سنقوم بالشراء الآن. سنشتري ما يقارب 100,000 بسرعة كبيرة يا أصدقاء. شاهد هيا سرعة ممتاز. 113,000 جيد. كونفيرم. اتس جو بيبي. شاهدوا كم من شير لدي. عدد جيد جدا من الشيرز. الآن سننتظر. ننتظر الآن ما يقارب أسبوع أو أكثر. وبعد الشيء الذي سيحدث هو أن الأسهم الخاصة به سترتفع ويمكنكم بيعها حينها. هذه هي الاستراتيجية. أتمنى أنني وفقت في الشرح. وها هي مهمة خاصة بليستر كذلك. يمكنكم الذهاب. أتوقع لديها علاقة بالأساسينيشن. الآن لن نقوم بفعل مهام الأساسينيشن. لقد اكتشفتم الآن الاستراتيجيات. فقط ركزوا جيدا على الماركت. قوموا بالبحث يا أصدقائي. وأثناء فعل أي مهمة ابحثوا عنها خصوصا المهام الخاصة بالأساسينيشن. لأنها يمكنكم ربح أموال هائلة جدا. في الأخير عندما تقومون بتختيم اللعبة ستكتشفون بأن لديكم بلايين وبلايين الدولارات في البنك. ممكن أن تصلوا حتى الحد الأقصى الخاص بالأموال في هذه اللعبة إذا فعلتم هذه الاستراتيجية. وأكيد إذا وجدت سيارة زينتورنو ماركونا بطبيعة الحال سأقوم بأخذها يا رفاق. وصلنا عند المغفل الأغبياء لكي نقوم بفعل الهايس ونقوم بإنهاء هذا المقطع بفعل الهايس. من بين الهايس المميزة جدا التي تعجبني هي هذه. الشباب مستعدون. مايكل مستعد. تريفر مستعد. كلنا عرفنا بأن هذه المهمة الخاصة بالهايس لا يمكن فعلها فقط إذا قمتم بفعل مهمة الأساسينيشن الخاصة بليستر. حينها ستفتحون المهام الأخرى الخاصة بليستر. مهام الأساسينيشن بالضبط. وكذلك يا رفاقي ستفتحون هذه المهمة الخاصة بالهايس وستتابعون التختيم. ونحن دا مستعدون. كيف اكتشفنا هذا الأمر؟ اكتشفناه لأننا فعلنا جميع المهام الثانوية. المهام التي لم نفعلها فتحناها. هي موجودة عندنا الآن. جيد. استراتيجية جيدة يا مايكل. سيلتقي بنا هناك. نعم فهمنا. نعم نحن في الآلي. تراك ليتس جو الشاحنة. لدينا شاحنة الأزبال. لدينا الشاحنة الأخرى. بعد الهيت ندمر الدور. نعم.
يس استراتيجية جيدة. ورجال الـ FIB سيخفون أسماءنا، يعني يستحيل أن نسجن. إذا فعلناها بنجاح يستحيل أن نسجن. Sounds good baby. رجل الشرطة هو الذي يسجنكم أو يترككم ببساطة، لأن مثلا إذا تم إمساك بكم هناك شخص يقوم بكتابة المحضر، ذلك الشخص في إمكانه كتابة محضر كاذب، وبهذا فإنكم تستنجون بحياتكم. يعني أن القاضي عندما يحكم بالمحضر الذي يعطي له رجل الشرطة بطبيعة الحال. لهذا السبب ما دمنا نشتغل مع المخابرات لا خوف علينا، يجب علينا فقط تقن المهمة، لأن هذه المهمة خاصة بهم أصلا. إذا عرفتهم الدولة العميقة ستدمرهم. Get in the garbage تراك، هل في إمكاني التغيير لهم؟ مع الأسف لا أستطيع. يعني في هذه الأثناء فرضت علينا اللعبة اللعب بمايكل. شباب لا يمكن أردت التغيير الآن، لكن لا يمكن. ذلك الشخص لقد رآني، لدي شاحنة ثقيلة يا المغفل. سنذهب الآن لكي نقوم بقطع الطريق. هذه المهمة مميز شي أو القذاب صديقنا هناك بالشاحنة. سابقنا يا صديق، ونحن كذلك سنأتي وسنقوم بقفل الطريق، وحينها الأكشن سيبدأ يا حبيبي. هي المنطقة، هي شيء ركزتم الشيء الذي علينا فعله الآن. We are in the position. ها تم تغيير الآن لتريفر. تريفر صعد بسرعة كبيرة، صعد. ننتظرهم الآن حتى يأتون. أين هم؟ ها هم. Let's go. لقد جاءوا، ممكن لديهم السندات أو لأن هذه الشاحنة تقوم بحمل السندات، تحمل الأموال كذلك، السندات بمثابة مال كذلك. علي قطع الطريق. Block the road. Let's go. قم بقطع الطريق بشاحنة ثقيلة مثل هذه، يستحيل أن يمروا. هيا رفيقي. Turn the track in the block. Yes baby. Don't worry. Everything's good. إذا أرادوا الآن المرور عليهم مرور في الجانب، لكن لن يفعلوها، سيتوقفون. هم جايين 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 جايين. شاهدوا، نعم. ها جاءت الآن الشاحنة الثقيلة الأخرى الخاصة بالجارة. أحسنت يا صديقي. Your mother trackers. Brace yourselves baby. Boom. دمرتهم يا حبيبي، دمرت. شوف الجيطار تكسر. البراكتيكلز انفجرت. دمرناهم. هيا هيا هيا. يس يس يس. دونت وري دونت وري. I will put the sticky bomb in no time baby. Don't worry. Yes 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 baby. Yes baby. Wow. هيا انزلوا انزلوا يا المغفر. انزلوا. لدينا أسلحة، نعم هذا السلاح مميز أفضل من الأسلحة الأخرى. هيا هيا اخرج. هل وجدتها؟ شي شي خارجون من النار يا حبيبي. شي اشعلت فيه النار، سيموت. فشلنا في المهمة. انطفأت النار، انطفأت. هي مشكل رجال الشرطة لقد جاو. جاء رجال الشرطة. يس يس يس. دونت وري دونت وري. أي شخص جاء سنقوم بتدميره. مع الأسف الأسلحة لدينا فقط المسدس هذا هو الذي سأقوم باستعماله، وليس لدي الأمونيشن. المشكل أربعة نجمات في مود جرافيك جي تي اي 6 تشبه خمسة نجمات. انتظر كما قلت لكم تشبه خمسة نجمات يا حبيبي في جي تي اي العادية. أمر خطير الآن يا صديقي. لا تقلق لا تقلق، يمكن تغيير الشخصيات كيف يحلو لنا. هيا هيا الأمر خطير هنا 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 الأمر خطير. مش أنت مش أنت مش أنت مش أنت. المشكل هو أنهم سيأتون بالخلف منا. ركزتم رجال الصوات، عليكم الحذر كثيرا من هؤلاء. After the back. Behind you. Behind you Michael. Mikey behind you. Behind you. Behind you Mikey. مشكل 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 كبيرة. موتوا 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 موتوا. مشكل مشكل. هيدو لحد الآن. We are the win. So good baby. We are the win. Really good. انتظر انتظر عليها تغيير التريفر الآن. لماذا؟ لأن الهليكوبتر لقد جاءت. وريز ذا هليكوبتر بي. هاي بوم. أصاب شو؟ واو بيبي. تغيير لي مايكل الآن، تغيير لي مايكل. شاهدوا مايكل المغفل أين مختبئ. ليتس جو. دونت وري دونت وري دونت وري. أي جات يو. مايكل لديه السلاح المميز يا حبيبي. مايكل لديه السلاح المميز، سننهيهم. سنبيدهم يا صديقي.
يجب علي تفجير يا أصدقاء السيارات وإبادتهم. المشكلة هو أن الأميونيشن أقيل. أين هو الكلب؟ هو بالخلف مني. كوفر كوفر ماي بيهايند. هيا موش موش موش. سأفجرهم سأفجرهم. هيا شيدو الريكويل شيدو الريكويل. ركزتم الريكويل. هذا سبق قلت لكم الآن طريقة تزيد الأسلحة فإنها مختلفة تماما يا حبيبي عما تعتقدونه وتتوقعونه يا رفاق. هذا السلاح جيد. هذا بوم. لم أصيب لم أصيب. هناك كلب آخر هنا. أين هو أين هو؟ يجب علي النزول عندهم. هاهم هاهم. الأمر صعب. هذا السلاح كذلك فإنه صعب يا أصدقاء. شيل. أصابته أصابته في الرأس. نعم 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 لا تقلق. أقوم بتغيير لفرانكي الآن. أين هو الفول؟ ها هو. هذا الكلب هركسوا أين اختبأ؟ وهذا الكلب. ممتاز مات. نعم 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 نعم. هناك كلب آخر بالخلف منه. موت. جيد. موت موت موت. عدد هائل جدا من رجال الشرطة لكن قمنا بواجبنا وأكثر. ما رأيكم يا رفاق؟ قمنا بواجبنا وأكثر أم لا؟ نعم نعم نعم. الإس بي دي سنايبر بيبي. دونت وري دونت وري. انتظر أولا أقوم بقتل هؤلاء. ويريز ويريز سنايبر. انتظر أين هو السنايبر أصلا؟ لم أرى السنايبر بعد. سأقوم أولا بقتل الكلاب. أين هو السنايبر؟ أعدكم لازلت لم أرى السنايبر بعد. هو هنا on the left. هذا هو السنايبر يا أصدقاء الذي لم أستطع رؤيته. تبا لك أنت يا فرانكلي لم أراه. فرانكلي لم أعدك بأني لم أراه. أين هو السنايبر؟ أخبروني أين هو السنايبر يا رفاق. لقد قال مايكل اون ذا ليفت او شيء من هذا القبيل لكن لم ارى. اعدكم لم ارى. يس بيبي دونت وري دونت وري. اي ويل ستي ان كفر. نقوم بتغيير السلاح الخاص بنا. يجب علينا فعل الهولد بوزيشن. سنايبر ياتي هاتي المهمه كما قلت لكم. لماذا هي صعبه؟ سنايبر. شي شي رجل شوط الكلب. شي موتو موتو موتو. هي يجب علي تضيع الرصاص. صابتهم فقط الرأس بهذه الطريقة. إن هي إز ديد. المشاهدون نقوم بتغيير الآن لصديقنا مايكل. كلاب سيأتون. موت ممتاز. هيا موت جيد. أحاول إصابتهم في الرأس حتى ولو تأخرتم الأمر جيد. سأخبركم لماذا. هيا موت جيد. هؤلاء الكلاب هنا الذين جاءوا من الخلف. سأنزل 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 لا تقلق. يجب علي قتل هؤلاء الكلاب وبعدها سنتحرك. موت موت جميل موت جيد. الآن تريفر. أتساءل هل سأستطيع فعل. أوه تريفر يسدد عليهم. انتظر بوم. سنقوم بالتسديد على رجال الشرطة هناك. آه واو رجل صوت الكلب. لدي فقط 13. يجب علي فعل سيف الروكيت لانشر. آه واو. أين هي هاي هل ذهبت؟ نعم 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 ستذهب ستنسحب. قامت بإحضار رجال. نعم 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 فهمت الاستراتيجية. ستقوم بإحضار رجال الصوات ستنسحب. هيا وش أنت كذلك؟ ممتاز أصبته. جيد دمرته دمرته. هاو هاو انتظر انتظر انتظر. The roof opposite. الروف. نعم نعم نعم. الان سمعت الكلام الان سمعت. In the roof the opposite of you. Yes. شكرا لك يا مايكل على المعلومة. لكن كيف ستسمعون يا اصدقاء كلام مايكل وهؤلاء الكلاب يا اصدقائي الاوفياء؟ اصابته ودمرته. كيف ستسمعون كلام مايكل وهؤلاء الكلاب يسددون عليكم؟ نعم 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 لقد رأيتهم رأيتهم. المشكلة هو هؤلاء الكلاب أمرهم صعب شيئا شيء. يجب علي تغيير لتريفر يا حبيبي. كلب هيا بسرعة بسرعة. كلب سأقوم بتدميره لا تقلق لا تقلق. I got your back. I got your back. هيا بسرعة. ممتاز دمرته دمرته. سنايبر. On the chopper.
يس 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 بوم. واو 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 رصاصة واحدة دمرها. بوم هيا بوم ممتاز هيا بوم جيد شيش واو 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 مهل الكوارث. لم أصيب يجب علي التغيير من ضروري التغيير الآن يا مايكل. هيا مش انشاهد انشاهد سأحاول فقط إسقاطهم للأرض وفرانكي سيقوم بتدميرهم. سأأتي عندك يا فرانكي لكي أقوم بالمساعدة من عدد الكلاب هائل. يس 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 نعم لقد فهمنا. You got the trash truck. هيا ممتاز الآن سأقوم بفعل السويتش لفرانكي. هذه هي فرصتنا لكي نتحرك الآن. سأقوم بقتل هؤلاء رجال الشرطة الذين رأونا. هنا نجو هيا ممتاز لقد فجرتها. لدي لا مع الأسف ليس لدي سلاح قاوم. هيا جيد هيا ممتاز دمرته. مازال لم يموت بعد. أريد قتلهم صراحة. أريد إبادة الجميع. مات ممتاز. أصابته ركزهم كيف سقط. طريقة السقوط يا حبيبي مختلفة تماما. مايكل ذهب. تريفر لقد ذهب. الآن يجب علينا نحن كذلك الذهاب. من الضروري أخذ هاشي شحنات القارب اشتراك يا حبيبي. لدينا نجمة فقط الأمر سهل. نستطيع الهروب منهم. Go to the getaway location. واو الجيروي لوكيشن التي وضعت فيها تلك السيارة. وضعتها في منطقة بعيدة صراحة. شاهدوا أين وضعتها. وعلي أخذ هذه الشاحنة للجيروي لوكيشن. يعني من ضروري الهروب من رجال الشرطة. هربنا منهم أصلا. جميل وصلت أخيرا للوكيشن خاصة بالجيروي. Leave the garbage truck. Yes شاحنة الأزبال سنتركها. نركب في سيارتنا المميزة. علي تدميرها لا مشكل. هي هاتي سيارتنا المميزة. الآن سنقوم بتغيير ستيكي بوم. نضع فيها ستيكي بوم ونعود للخلف. نقوم بتفجيرها الآن. يس وأنا بتعيد يا حبيبي من الغاربج تراك لكي لا نترك دليل. وبهذا سنقول مبروك علينا لقد قمنا بفعل مهمة بنجاح. مايكل everything's good يا صديقي. نقارب اشتراكم من ابي تدميرها. نايس ورك. نعم فهمنا. الان رجال المخابرات سيفعلون اعمالهم لكي يحاولوا حذف نهائيا الاثار الخاصه بنا. هو مايكل اخذ السياره الخاصه به وذهب. شاهدوا لون الماء كيف هو. ياس فما بالكم في GTA 6 يا رفاق. هاتي فقط GTA 5. فما بالكم في GTA 6 عندما تخرج كيف ستكون. واو الجميع سيلعب GTA 6 عندما استخرج. الجميع يا أصدقاء شيش اليوتيوب سيمتلئ بالGTA 6 عندما استخرج. الكل سيلعبها جميع اليوتيوبرز بلا منازع. نحن جئنا عند المغفل الغبي ديفن ويستن. باكاج من أجل المغفل. نحن فعلنا المهم من أجلك يا ديفن ويستن. ذلك الباكاج هو الذي قمنا بسرقته من تلك الشاحنة الخاصة بالأموال والسندات وتلك الأشياء. شاهدوا هو جالس يلعب ونحن نخاطر بحياتنا. هيا ديفن ويستن خذ يا أيها المغفلة. يس هو ورا مهله. ركزوا انفيس وايزلي. ميجر بيدي يريد منا أن نشتغل معه. ديفن ويست المغفل الغني. Yes, figured what? I got a stake in a sports investment bank. You like the market? I got some funds you can manage. He likes the market. I just like sitting around watching old movies. نعم قال لا أحب مشاهدة الأفلام القديمة. والآن ها ركزهم بعدما عرف بأن مايكل يريد أن يصبح مخرج أفلام إلى آخره. يريد مي أن يلاقينا مع سالمون ريتشر. لهذا السبب مايكل سيشتغل معه. ولديه البوغاتشي في ذلك الوقت عندما خرجت جي تي 5 كانت من بين السيارات المميزة والنادرة. الآن تم إضافة الكثير من السيارات. يعني البوغاتشي لم يعد الناس يهتمون بها لكن في البداية كانت البوغاتشي هي السيارة الخطيرة
هي ولا انت تي اكس اف بعد تم اضافه الزينتورنو والجميع احب الزينتورنو، والان هناك سيارات اخرى افضل يا اصيخه. شيء مميز ورائع. تدريجيا لعبه جي تي اي 5 اصبحت لعبه كبيره وعملاقه، كذلك عدد الجيجات فيها الان اصبح كثير. هناك منظر خطير ونشيد البحر كيف لا والله بحر حقيقي المحيط الاطلسي يا صديق. المهم لقد اتصلنا بفرانكين اخبرناه باننا سنشتغل مع هذا المغفل الذي اسمه ديفن ويستن من اجل الاموال بطبيعه الحال، ومايكل سيعرف على احد المخرجين المميزين الخاصين بالافلام. كلنا يعرف بان مايكل يريد ان يصبح مخرجا سينمائيا. وعلى هذا سودعكم، اذا عجبتكم حلقه اليوم فضلا منكم دعموا الضغط على زر لايك ومقطع اصدقائكم. حتى ذلك الحين كان معكم ياسين، نتمنى لكم الله ودي الله تصدي ودعي، ولا تنسوا فيهم السلام هو خير ختام.